إذن أول معرض للأستاذ والفنان التشكيلي سعيد ولاد الصغير بمناسبة تنظيم جمعية ورابطة كاتبة المغرب لهذا النشاط الثقافي بمدينة العرائش. فيما يخص التجربة الفنية لسعيد، يعني كيف بدأت التجربة الفنية؟ هي تجربة قديمة، وهذه هي أول فرصة ربما يعني نخرج باللوحات والأعمال للجمهور الواسع. نعم، من خلال المعرض الفني يعني تقريبا لاحظنا شحال عدد اللوحات اللي تشارك فيها في هذا المعرض. العدد يناهز 27 لوحة ما بين المتوسط والصغير، حجم صغير، ومتنوعات الأساليب وتقنيات الاشتغال، وما بين طباعي ما بين تجريدي، والنتيجة كما ترون. يعني لاحظنا من خلال الموضوعات تناول يعني الهوية الذاتية يعني والعوالم الصوفية والفلسفية كذلك، يعني بالإضافة إلى الاهتمام يعني ببعض الوجوه والشخصيات، ربما اشتغال بتقنيات إما لاحظنا تجريدي أو كذلك يعني طباعي. كيفاش يمكننا تقدم القارئ يعني المهتم هذه التجربة هذه اللي ما عندوش الأدوات ديال قراءة اللوحة؟ هي في العموم يعني يعني أعمال ينابعة من الإحساس اللي كنشعروا به تجاه المواقف الحياتية بشكل عام. كيجي هاد اللحظة ديال الإبداع، هي لحظة يعني نقتنصها في بعض الأحيان، إما من معاناة وإما فرح وإما في بعض الأحيان يعني حالة خاصة كما سبق وذكر، يعني لحظة صوفية، يعني الإنسان يعيش لحظات متنوعة مختلفة، فتأتي في بعض الأحيان اللحظات اللي كيوجد نفسه أنه ممكن يأرخها إما بنص شعري أو أدبي أو ربما حتى لوحة فنية، والأعمال هي اللي كتبقى يعني بهذا الشكل فيها لمسة شخصية، ولكن للقارئ له فرصة، له رأي، له قدرة على الإغناء أو يعطيها قراءات متعددة أو ربما يعطيها ميلاد جديد آخر. نعم، كل يبحث يعني في هذه اللوحات على الفردة والتنوع أو الميزة اللي كتميز الأعمال ديالك، سواء الاشتغال على مستوى التقنيات أو على مستوى الموضوعات. هي أعمال أنا أرى فيها عبارة عن تجربة، يعني مختبر للتجريب، أجرب فيها مجموعة من الأساليب، مجموعة من التقنيات، نقدر نقوله يعني بشكل عام لوحات أو الأعمال يعني تتأرجح ما بين انطباعي المحض وربما اتجاه التشكيلي، نقول الأبستري يعني. نعم، ومن خلال تقريبا الامتداد ديالها يعني المدة اللي بديت ترسم فيها شحال دابا تقريبا من سنة؟ هذه هواية يعني منذ الصغار، يعني وأنا طفل يعني كنت يعني مولوع بالرسم أصلا، سبق لي يعني عرضت الأعمال يعني لمدة ربما نعتبرها قديمة جدا، فترات الثمانينات، معرض يعني حول القضية الفلسطينية، كان معرض يعني في إطار نشاط ثقافي لإحدى الجمعيات بمدينة بنغريل، وكان أيضا معرض آخر هو معرضي الثاني في مدينة القصر الكبير، كان ربما بمناسبة نفس القضية. هذا معرض يأتي في سياق آخر بعد سنوات ديال الابتعاد عن الجنة. نعم، وكيفاش كان جات يعني الدعوة والاقتراح ديال المشاركة ديالك من طرف جمعية رابطة كاتبة المغرب؟ هي دعوة نعتز بها ونفتخر بها، يعني مشكورين للإخوان والأخوات في الرابطة، ارتأوا بأن بعد يعني مناقشة أن تكون لوحات معروضة على بالموازاة مع النشاط الثقافي للأستاذ الكبير الشاعر والأديب صلاح بوسريف، هي فرصة لمزاوجة الكلمة باللوحة وتعطينا هذه التجربة. ومن خلال يعني التجربة ديالك المتميزة بالغناء